تحياتي لكل متابعي الحياة فام، سعيد جدا بلقائكم في هذا العدد الجديد من برنامج وجهني، وين كل مرة نحكيه على أحد الجامعات التونسية. في حلقتنا لليوم مش نحكيه على المعهد العالي للإعلامية والتصرف. الحديث أكثر عن هذا الموضوع سعيد جدا باستقبال الطالبة شيماء الخصيبي. أهلا بك. عسلامة، أنا شيماء الخصيبي، عمري 21 سنة، كنت باك سيونس وتوا نقرأ ترمينال في الايوتي سيستم امباركي في ليزيك اللي هي الانستيتو سوبيريور دو جيستيون اي دافورماتيك في رون. المعهد العالي للإعلامية والتصرف في زوج مجالات اللي هو جيستيون ولانفو، لكن بحكم انت طالبة في مجال الانفورماتيك باش يكون الحوار متاعنا بالاساس حول هذا المجال. لو كنت تقول لنا قداش من عام تقراو في ليزيك؟ 3 ans. نقرا 3 سنين في ليزيك كما قلت لك، سنة ترمينال وتنجم تعمل ماستير وتنجم تكمل سيكل دانجينيوري، هذا فيما يخص الانفورماتيك. طبيعة مش جيستيون طبعا. من عام تبدأ تختاروا الاختصاص سبيسياليتي؟ دوزيام. اما بحكم فيزيك فما كان اختصاص اللي هو واحد الاي تي سيستم امباركي، ديريكت نتوجهوا له، ليه يعني ما نختاروش احنا شنو نتوجه. سي ديجا الاي تي سيستم امباركي هو الاختصاص الاكثر تداولا، معناها تاو خاطر فما في فاكيت اخرى ريزو مثلا ماهوش حاجه افيكاس. يعني في بالنسبه للمجال الانفورماتيك فما سبيسياليتي واحده. داكورد. بالنسبه للستاج ضروري ام اختياري؟ سنة مش ضروري، اختياري. ما في الترمينال العام الجاي بتبيع في بي اف او يولي ضروري. داكورد. بما انه سبيسياليتي اختاروها من عام الدوزيام، يعني عام البريمير يكون ترونكوما تقراو برشا مواد من جميع الاختصاصات، اعطينا امثله على اهم المواد اللي تقراو. بنقراو ديفلوبمون بروغراماسيون ويب وديفلوبمون موبيل، كل ما يخص الابليكاسيون يعني صناعه الابليكاسيون وسيت ويب. ونقراو زيد في سيستم امباركي اللي هو ماتير اسمها سوك، نقراو فيها كل ما يخص الاردوينو والامور هذيك. نقراو بروغراماسيون بايثون جافا سكريبت سي بلس بلس. شنو اهم لي كوفيسيون؟ عنا سيستم في سيستم امباركي سوك اكثر، هو اكثر كوفيسيون اللي هو 2. في ليزيك مجال الانفورماتيك فيه 2 ليسانس اللي هما اي اس اي والاس اي، لو كنا تقول لنا شنو الفرق ما بيناتهم. باهي الاي اس اي اللي هي انجينيور دو سيستم انفورماتيك، يعني نقراو نتعمقوا اكثر في الاي او تي وسيستم امباركي. في الاس اي فماش اي او تي وسيستم امباركي، ما نعرفش بالضبط شنو الاختصاصات نتاعهم، مي ما فماش اي او تي وسيستم امباركي يعني انتليجنس ارتيفيسيل والحكايات هذوك. انت شنو سبيسياليتي اللي اخترتها؟ اي اس اي اي او تي وسيستم امباركي. وعلاش فضلت هذه على الاخر؟ بون انا كي اخترت المره الاولى ليزيك والاي اس اي ما كنتش عارفه شنو الاختصاص اصلا، اكتشفته بعد ما مشيت وقريت وحبيت الاختصاص هذا. لو كنت تذكرنا شنو ما الافاق نتاع الاي اس اي؟ باهي الاي اس اي الافاق نتاعها من بعد عندنا سيكل دانجينيوري وعندنا ماستر. في ليزيك موجود كان الماستر، سيكل دانجينيوري تعملوا في بلاصه اخرى معناها. داكورد. توا خلينا نحكيوا على الفي اسوسياتيف اللي موجوده في ليزيك، هل انه فما حركيه مهمه للنوادي والجمعيات؟ اي ليزيك معروفه بلي كلوب نتاعها كيما اناكتوس تونيفيزيون. واحد تعمل جديد زاد السنه الكرياتور واللونسمون نتاعو العام الجاي ان شاء الله. فما البوزيتيف انرجي زاد تعمل عام ناول. فما جوجل كلوب. انت شنو الكلوب اللي ممبر فيه؟ ممبر في جوجل كلوب والكرياتور اللي باش يتعمل العام الجاي. داكورد. شنو هما اهم التظاهرات والانشطه اللي قمتوا بها السنه؟ باهي كيما قلت لك الكرياتور مازال ما تعملوش لانسمون، يعني مازلنا ما عملناش، هو البيت نتاعو والماركتينغ للفاك. يعني اي حاجه تعملها الفاك احنا اللي باش نروجوها. داكورد. لو كان نقول لك اذكر لي 3 نقاط سلبيه على زيك شنو ما يكونوا؟ بحكم الإدارة كي ساعات النوتات ما يعطونيش في الوقت، حاجات كيكة معنا حاجات بسيطة، ما البوزيتيف أكثر من نيجاتيف لزيك. كيما أعطيني نقاط إيجابية. به كيما الشهادة اللي أخذتها لزيك آخر مرة اللي هي الإيزو، الشهادة ذي أخذتها أول واحدة في إفريقيا، معتمدة دوليا، يعني أي بلاصة تمشي باش تقرأ فيها لبرا تهز الدبلوم تاعك يقبلوك، يعني معتمدة في العالم الكل. أبون أسنين معنتها هيد جديدة
سيبيان داكورد. باهي للناس اللي نجحت سنة في الباك، للناس اللي حيرة شنو باش توجه، للناس اللي سي بون قررت انها تقرا فيزيك، شنو تنجم تقول لها؟ نجم نقول لهم كان بالحق مرحبا بكم في ليزيك، والليزيك يمكن برشا باش يقولوا لكم ما راهي مش باهيه واللي الدار نتاعها خايبه وما نعرف شنو، ما اللي دارت تونس الكل ماهيش باهيه. واو، نتمنوا لهم كل النجاح والتوفيق. ونحب نقول لهم بالحق ادخلوا في الكلوب، ادخلوا في لي اسوسياسيون، كونوا اسوسياتيف بالحق، خاطر باش تلاحظوا الفرق بعد ما تكونوا في الامور هذيا الكل، باش تلاحظوا فرق في رواحكم باش تزيدكم ثقه في روح في رواحكم اكثر. شكرا لك شيماء، شرفتني بحضورك. احنا هكا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا بالنسبه لليوم. شكرا لكم على حسن المتابعه والاهتمام، واكيد باش تجدد موعدنا في حلقات اخرى. الحياه فهم، الحياه فهم، زهره الحياه.